السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نحكي هلأ عن قناة الممثل الكبير الرائع باسم ياخر وعن أرباحه في قناة اليوتيوب. نعم، عنا هون طبعا الإمارات، هو مصنف القناة بتاعيته على أنه هي 339 على مستوى الإمارات. منشوف هون أرباح باسم ياخر هي 215 دولار ل 3400 دولار شهريا، يعني بالشهر عنده 861 ألف مشاهد. طبعا في زيادة، مثلا كان هون أخضر معناتها في زيادة. هذا هون الأرباح الشهرية اللي له بين ال 215 دولار و 3400 دولار، وأرباحه السنوية، أرباح السنوية هي بين ال 2600 دولار وال 41400 دولار. وطبعا هون تصاعد القناة بالأيام، 28/1 عدد الاشتراكات، عدد الفيوز، وهون قديش الأرباح بال4 دولار وال64 دولار يوميا. وطبعا آخر إحصائية هي هون 12/2 اللي هي في عنده زيادة 1000 مشترك في هذا اليوم، أكثر من 1000 مشترك، وعنده هون 70 ألف مشاهدة في هذا اليوم، وعدد المشاهدات هو 11 مليون مثل ما أنك شايف هون، والأرباح بين 18 و 282. هذا كان كل شيء اليوم. ديروا بالكم لحالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله هذا الشيء بحفزكم حتى تشتغلوا إن شاء الله على اليوتيوب، وقدموا محتوى منيح لحتى دائما تكسبوا الشغل الخاص فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.